محافظ صلاح الدين يبحث آلية الارتقاء بالواقع التربوي، واهتمام فرنسي وإيطالي بأمن وتاريخ سامراء. السوداني يجدد التزام الحكومة رفض المساس بسيادة العراق، ورئيس المخابرات التركية في بغداد بمهمة أمنية ضد الإرهاب. القضاء يلزم أعضاء مجالس المحافظات أداء القسم أمام رئيس محكمة الاستئناف، واتفاق شيعي على تسمية المحافظين ورئيس البرلمان. الهجرة تلوح لإغلاق مخيمات النزوح في تموز المقبل، وارتفاع البطالة بين شباب العراق إلى نسبة 35%. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من مناقشة الواقع التربوي في المحافظة، أهلا بكم. حيث التقى محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب مدير عام تربية المحافظة الدكتور سلطان سعيد فاضل لمناقشة الواقع التربوي وما يحتاجه هذا القطاع من دعم لضمان استمرارية البرنامج التعليمي وتقدمه. وشدد المحافظ بشكل خاص على المناطق التي هي بأمس الحاجة للخدمات وخلق بيئة تربوية مناسبة للدراسة لتنعكس بالإيجاب على القدرات التعليمية للطلبة. وأكد أن إدارة المحافظة تسعى إلى تقديم الدعم لكافة القطاعات بهدف خلق إمكانيات أفضل في مجريات الأعمال وبما يتناسب والدور الكبير لقطاع التربية في بناء الأجيال. وفي ملف يجمع الأمن بالسياسة والخدمات، أكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أنه على الرغم من مرور أكثر من عقد ونصف على وضع الجدران العازلة حول مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، وتحسن الأوضاع الأمنية في المدينة والبلاد عموما بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن المسؤولين العراقيين يؤكدون الحاجة إلى إبقاء الجدران للضرورات الأمنية. وذكر التقرير أن تلك بنيت قبل أكثر من 10 سنوات في ذروة الصراع الطائفي، لذا فإنه يجب أن تبقى لمنع الإرهاب الداعشي حتى مع تحسن الأمن تدريجيا في جميع أنحاء البلاد. وأضاف التقرير أن السلطات في سامراء تخطط لتوسيع محيط الجدار من 3 إلى 7 كيلومترات لاستيعاب الزيادة السكانية وزيادة عدد نقاط الدخول إلى 6 وإضافة أبراج وكاميرات مراقبة، فيما يكشف تقرير للأمم المتحدة عن تراجع وتيرة الهجمات الإرهابية رغم احتفاظ عناصر التنظيم ببعض معاقل حول صلاح الدين. ونبقى في مدينة سامراء، حيث قدمت بعثة الآثار الإيطالية برئاسة عالم الآثار نيكولو ماركيتي لإجراء مسح ميداني لتل أمرويس الأثري والذي يتجاوز عمره 3000 عام، تمهيدا لتوقيع عقد مع وزارة الثقافة لغرض التنقيب. تضم البعثة عددا من علماء الآثار والطبوغرافيين والباحثين لتأكيد اهتمام إيطاليا بالمواقع الأثرية في سامراء، الأمر الذي يتطلب حماية واسعة وتنقيبا للمواقع. ومن جانبه قال مدير آثار سامراء حارث جاسم أن عملية التنقيب في هذا الموقع ستسهم بشكل كبير في الاهتمام بواقع السياحة في المدينة، وبالتأكيد سينعش اقتصادها. وقدمنا كل التسهيلات التي تحتاجها البعثة لاستكمال أعمالها في موقع تل أمرويس بعد التنسيق مع وزارة الثقافة والجهات الأمنية. اليوم أكو زيارة فنية مع المحافظة من وزارة الثقافة حتى نشوف المكان وين بيصير في مجرى جديد، مو بس بليزمي، كمان من الدولة الإيطالية إذا في أكو مكان مهم للأطار وين لازم حماية. مثلا سمرة أكبر موقع ثقافية بالعراق، منطقة أثرية أكبر بكل العراق، وكمان الشغل بسمرة أهم شيء، صعب لأنه كبير جدا، بس لازم إذا تطور البلد لازم يعمل تطور فني، لأنه إذا ماكو تنكيب إذا ماكو حماية صار ضرر العراق. هذا التطور مو مزبوط، يعني لازم اثنين سوا. اليوم نحن هون بس جينا حتى نشوف
المكان أحسن، أعرف عكسه. المكان كله مؤمن. صح. أنت وين راح تروح راح تلقى والمكان أمين جدا، مدير الناحية موجود، القطاعات الأمنية موجودة. يعني إحنا نريد يعني نتطور ونبنى مع الحفاظ على الآثار، فنريد نصير فد حلول حتى تكونون أنتم فد أدوات مساعدة لنا بيها. سوبر. 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 يلا. هذولي 4000 سنة. عمرها 4000. بتوجيه السيد رئيس الهيئة العامة للآثار التراث الأستاذ علي عبيد شلغام، وبدعم مباشر من قبل السيد قائم مقام قضاء سامراء الدكتور بكر محمد شريف والسيد رئيس ناحية المعتصم، تم اليوم استقبال الوفد الإيطالي في مدينة سامراء، ومن ثم تم التوجه إلى موقع تل المقبرات المعروف محليا باسم تل المرويس من أجل إجراء المسح الميداني على هذا الموقع، من أجل الوقوف على إمكانية إجراء التنقيبات على هذا الموقع وتوقيع عقد مع الهيئة العامة للآثار والتراث إجراء أعمال التنقيب هذه، وبتوجيه مباشر من قبل السيد معالي دولة رئيس الوزراء من أجل الاهتمام بالمواقع الأثرية والسياحة بالعراق في بصورة عامة. وفي القطاع الصحي وبحضور المخول بإدارة صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان الرزوقي، تم افتتاح منسقية التدرن وحدة الأمراض التنفسية والصدرية بقضاء بيجي، مؤكدا مواصلة المساعي لافتتاح مراكز تخصصية أخرى بالقضاء. من جانبه قال قائم مقام القضاء محمد محمود أن هذه المراكز تضيف روافد أخرى للقطاع الصحي وتخفف من معاناة المواطنين عبر توفير الملاكات المختصة والأدوية وتجهيزها بالمعدات الحديثة. ضمن توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور صالح حسناوي وضمن البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني، اليوم افتتحنا مشروع منسقية التدرن اللي هو وحدة الأمراض التنفسية والصدرية، اللي يعتبر كانت من المشاريع المتلكي أو المتوقفة للسنوات الماضية، سنوات طويلة هو متوقف هذا المشروع أو هذه البناية. الوحدة تقدم الخدمات الطبية لأمراض المرضى المصابين بالأمراض التنفسية والصدرية. إن شاء الله نسعى بالأسابيع المقبلة وبالأشهر المقبلة لافتتاح مراكز صحية ومراكز تخصصية أكثر لرفع المستوى الصحي في كافة أنحاء المحافظة وفي قضاء بيجي بالذات. شكرا للدكتور على حضوره إلى قضاء بيجي وافتتاح هذا المركز المهم في قضاء بيجي، كون قضاء بيجي حقيقة من الأقضية التي تحتاج مثل هذه المراكز، خصوصا كثرة الأمراض الصدرية وكثرة الأمراض الموجودة داخل قضاء بيجي. اليوم بافتتاح هذا المركز نضيف إلى الجهد الصحي لقضاء بيجي رافد آخر، ونتمنى من الأخ الدكتور أيضا لدينا مناطق تحتاج إلى إنشاء مراكز صحية مثل المنطقة الغربية فيها تل أبو جراد والحي العسكري الثاني تحتاج إلى مركز صحي، نتمنى أيضا بناء مركز صحي لمعالجة المواطنين. الحقيقة في الآونة الأخيرة نلاحظ هناك وتيرة متصاعدة في الخدمات الصحية والطبية في جميع المراكز الصحية والمستشفيات والمستشفى في قضاء بيجي في خدمة المواطنين، ونلاحظ أنه المواطن بدأ يشعر بالتغيير كبير في عملية معالجة المواطنين وحركة الجانب الصحي داخل قضاء بيجي، ونتمنى على الأخ الدكتور أيضا الاهتمام الأكثر في قضاء بيجي، لأن قضاء بيجي حقيقة تعرض إلى نكبة كبيرة وهناك أمراض كثيرة تحتاج إلى رعاية واهتمام جيد.
وفي التعهدات وبأول تصريح له بعد انتخابه نقيبا للمهندسين الزراعيين فرع صلاح الدين، أكد محمد محمود علي العمل لخدمة جميع المهندسين الزراعيين وتفعيل دور النقابة وكل ما يتعلق بأعضائها وأعمالهم بالمشاريع الزراعية، وأفاد بالسعي لتعيين أكبر عدد من خريجي كلية الزراعة بالدوائر الحكومية وأصدار هويات وكتاب انتساب لتمكين أعضاء النقابة من ممارسة عملهم بكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي دون معوقات. تم وبحمده تعالى انتخابي نقيب المهندسين الزراعيين فرع صلاح الدين، ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة زملاء المهندسين الزراعيين، ونعمل على تفعيل دور النقابة وما يتعلق فيها من أمور تخص المهندس الزراعي وعمله في المشاريع الزراعية، والسعي إلى تعيين أكبر عدد من المهندسين الزراعيين في دوائر الدولة. خطوة أولى راح نعمل على عمل هويات، إنشاء هويات جديدة وتجديد الهويات القديمة كخطوة أولى، والخطوة الثانية إنشاء شهادات، يعني نعمل على شهادات انتساب يستخدمها المهندس الزراعي في المشاريع الزراعية، مثلا الحقول والدواجن وحقول وغيرها من المكاتب الزراعية والمشاتل. راح نفعل دور الرقابة على المكاتب وعلى الأمور اللي تخص تواجد المهندس الزراعي، يكون مهم في هاي المجالات حتى يكون له دور في عمله. كخطوة أولى في عملنا احنا لازم ننطي دور للمهندس الزراعي، بس شلون راح يكون له دور وشلون يريد يعمل؟ لازم يكون له هوية انتساب وبنفس الوقت شهادة انتساب، هاي يقدر عن طريقها يقدر يعمل بمجالات أو مشاريع الزراعية مثل ما قلت لحضرتك المكاتب والمعامل الزراعية والمعامل التي تخص الزراعة ومعامل الألبان ومعامل الزيوت وكل المجالات اللي يعمل فيها المهندس الزراعي من مشاتل من حقول دواجن حقول أسماك وغيرها. فراح يكون إلى دور هذا عمل إلى خاصة اللي ما متعينين، راح يصير إلى فرصة عمل، وبنفس الوقت راح يكون العمل بانتظام لأن أكو تواجد للمهندس الزراعي في هذه الأعمال. يعني هو لازم نقوي نفعل الدور الرقابي بهذا المجال. وفي قطاع آخر، أعلن مدير قسم هندسة الحدائق والمنتزهات في بلدية تكريت أحمد عادل إبراهيم إنشاء عدد من المنتزهات داخل قضاء تكريت وفي مداخله بالإضافة لمسطحات مائية والعمل على توسعة وتطوير المنتزهات السابقة، مبينا الاهتمام بالجزرات الوسطية من حيث التشجير واستمرار الأعمال لإظهار المدينة بشكل حضري وبيئي سليم. احنا الان موجودين طبعا في قلب مدينة تكريت، هذا المتنزه اللي هو متنزه الزهور الثاني في منتصف منطقة الزهور. المتنزه مساحته حوالي 10,000 مربع، يحتوي على منطقة ألعاب استخدمنا بها مادة التارتان، استخدمنا داخل المتنزه منظومات الري الحديثة ري بالرش، ودخلنا الزراعة الحديثة أيضا اللي هي اللي تقاوم أجوانا إن شاء الله، واستخدمنا المماشي الحديثة اللي هي مادة الستام كونكريت دخلناها إن شاء الله حديثا. وبالإضافة إلى ذلك هذا المتنزه راح يخدم شريحة كبيرة داخل مدينة تكريت، وهناك أيضا متنزهات جديدة اللي هو متنزه الغزلان في منطقة حي العصري راح يفتتح قريبا إن شاء الله، تم إنجازه بشكل كامل. بالإضافة إلى هذا هناك خطة مستقبلية لإضافة متنزهات ومساحات خضراء داخل منطقة الديوم ومنطقة القادسية وتطوير مداخل المدن، اللي هي راح نعمل على إنشاء متنزه كبير ومسطح هذا كبير في مدخل مدينة تكريت من جهة الأنواء الجوية إن شاء الله. الجزرات الوسطية في مدينة تكريت راح يكون لها إن شاء الله اهتمام مختلف، راح ندخل بها الكثير من الأشجار الحديثة اللي تتوالم وتتحمل درجات الحرارة وانخفاض درجات الحرارة بإذن الله.
وللأهمية البالغة التي يشكلها جسر هونداي الحيوي الرابط بين محافظتي صلاح الدين والأنبار، تواصل الملاكات الفنية والهندسية استكمال المشروع المحال من صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 35%، كما يعد أحد الممرات الرابطة بين قضاء بيجي وناحية الصينية. وتؤكد الجهات المشرفة إتمام العمل بمدة لا تتجاوز 200 يوم ليكون الجسر مفتوحا أمام المركبات الصغيرة والكبيرة. جسر الهونداي الصينية من الجسور المهمة والحيوية في محافظة صلاح الدين، حيث يربط قضاء بيجي بمنطقة الصينية بمحافظة الأنبار، وهو طريق مهم جدا لعبور الشاحنات المحملة بالمنتجات النفطية. تعرض هذا الجسر إلى ضربة في الفضاء الأول مما أدى إلى تضرره بالكامل. نحن الآن نقوم بأعمال إعادة إعمار الجسر بتمويل من صندوق الإعمار لإعادة المناطق المتضررة. تجاوزت نسب الإنجاز 35%. من المؤمل إن شاء الله ضمن الفترة المحددة للمشروع أن ينجز المشروع بالكامل. عندنا مشكلة لاقتنا، وهي حتى من أثر على حركة القطارات، استعملنا أسلوب جديد للإسناد والتدعيم، وهو عدم الخوض في تفليش الدعامة الأولى. العمل مستمر، والآن أمامكم نحن على مقربة صب الرافدة الأولى للجسر. طبعا هذا المشروع اللي هو إعادة تأهيل جسر هونداي، طبعا هذا المشروع كلفته 1.2 مليار، والمحال إلى شركة نور المشكاة، ومباشرة 23/9 في السنة الماضية. طبعا مدة العمل اللي هي المقررة 200 يوم، وإن شاء الله من المؤمل أن يكمل هذا المشروع قبل الفترة المقررة. طبعا نسبة الإنجاز هي 34%، وإن شاء الله العمل يكون ماشي على مواصفات هندسية وضمن السياقات المعمول بها، وبإشراف الكوادر الهندسية والجهة المستفيدة اللي هي الطرق والجسور. إن شاء الله يشمل العمل إعادة تأهيل وصيانة جسر هونداي المتضرر من نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية التي تعرض لها المحافظة. تم إحالة أصل المشروع من صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة، نظرا لأهمية هذا الجسر يربط محافظة صلاح الدين بمحافظة الأنبار، ويعتبر الطريق الرئيسي للسيارات ذات الأحمال العالية، سيارات الشاحنات على الطريق الحولي مال العفو الخاص بيجي. نسبة المشروع تجاوزت 35%، سوف يتم إكمال المشروع إن شاء الله بالقريب العاجل، ونشكر قناة صلاح الدين على هذا اللقاء. وإلى شرق المحافظة، وضمن النشاطات المدرسية، فقد أقام قسم تربية قضاء طوز معرضه الفني السنوي بمشاركة 37 مدرسة من عموم القضاء، ويهدف المعرض لإبراز المواهب بالرسم والخط والخطابة وغيرها، وتعزيز الموهبة ودعم صاحبها. كروان زنجنا والتفاصيل. أقامت نشاط المدرسي لقسم تربية طوز معرضها السنوي لأعمال الفنية والزخرفة والفن التشكيلي بمشاركة 40 مدرسة وسط حضور رسمي. شكرا لكم. قمنا بفتح هذا المعرض السنوي الابتدائي لمدارس قضاء طوس خرماتو. شارك في هذا المعرض 37 مدرسة ابتدائية، ومن خلال هذه المعارض نقوم بكشف المواهب من كل الفنون، قسم الخط وقسم الرسم وقسم الموسيقى والإلقاء والخطابة. يرى المشاركين والمختصين الفنية إن هكذا معارض تساهم في إيجاد المواهب الفنية ودعم هكذا نشاط ضروري. بحدود 40 مدرسة ابتدائية من داخل قضاء طوس خرماتو، الحمد لله لديهم إمكانيات كبيرة، ولكن يبقى شيء واحد، الدعم من قبل القسم أو من قبل النشاط المدرسي. عندما يكون الطالب مدعوم من المدرسة أو من القسم أو من النشاط،
يقوم بإبداع ويخرج بنتيجة جيدة بحيث نقدر أن نوصلهم إلى مستويات عالية وراقية، بحيث مستقبلا نستطيع أن نوصل فنانين فنانات من قضاء طوس خرمات. احنا مدرسة شمس العراق للبنات، اليوم شاركين بتربية طوس خرمات يعني بلوحاتنا ورسومنا، نريد نعبر بها عن مشاعر الطالبات أو فنهم وموهبتهم طلعها، يعني هي الرسم أو الخط أو هاي يعني الفن هي رسالة، ومنها نطلع يعني مواهب التلاميذ، ومنها نوصل يعني عبر الرسم نوصل أشكال من الرسالة، مثلا يعني أنه إحنا نعبر عن اللي تمر بيها الدول، أو أنه إحنا مثلا خلينا نقول نكتب جمل بخط حلو نعبر عنها أنه هي شنو دا تمر الدولة أو الوطن. مشاركة وهي خريجة قسم فيزياء كلية التربية تستعرض موهبتها في المعرض وتطالب الدعم الحكومي للموهوبين. اسمي سارة، خريجة كلية التربية قسم الفيزياء، حبيت أشارك في المعرض حتى أشوفكم صوري رسوماتي اللي رسمتها، يعني أنا ما درست الفن بس طورت من اليوتيوب، وحبيت أشارك في المعرض أشوف الرسومات. صح يعني الطلاب بعدهم صغار بس شوية بالممارسة والتعليم راح يتطورون إن شاء الله. سنوياً يقوم قسم نشاط المدرسي معارضاً فنية عديدة للمدارس التربية قضاء طوس خرماتو للارتقاء بالأفضل في مجال الفن وإيجاد مواهب فنية. لفضائية صلاح الدين، كاروان زنجنا، قضاء طوس خرماتو. وإلى بغداد المشغولة برئاسة البرلمان والاستقرار الداخلي بعد تصاعد عمليات القصف المتبادل، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني على رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته، مجددا التزام الحكومة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وللمستشارين العاملين في البلاد، وكذلك مساعدة بعثة الناتو على القيام بمهامها المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية. جاء ذلك خلال استقبال السوداني وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولنغرين والوفد المرافق لها، مشيرا إلى قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي والانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون مع دول التحالف. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني والجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق وإدامته، وشهد اللقاء التباحث بشأن التطورات الأمنية والانتهاكات التي تتعرض لها المدن والأراضي العراقية وما تشكله من خرق للسيادة وتقويض للاستقرار وتهديدا لسلامة المواطنين، والتأكيد على أن الحكومة العراقية هي الجهة المخولة بفرض القانون ومتابعة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حماية أمن وسيادة العراق، وشدد على ضرورة معالجة الملفات المشتركة بين الحكومتين الاتحادية وكردستان وفقا للدستور والقانون، وحسم مسألة رواتب موظفي الإقليم بما يضمن حقوقهم ويؤمن قوتهم ومصدر معيشتهم. أكد تقرير لموقع مودرن دبلوماسي الأمريكي المتخصص بالشؤون السياسية أن استمرار الحرب في غزة تعرض الشرق الأوسط لخطر اندلاع حريق أوسع نطاقا، مشيرا إلى أن العراق لديه مفاتيح خفض التوترات في المنطقة، وذكر أن استقرار العراق في ظل حكومته الحالية أمر جدير بالملاحظة، وقد انعكس السلام والمصالحة في المجال الاقتصادي مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الإنتاجية وصادرات النفط، وظهرت علامات واضحة على أن الدينار العراقي أصبح الآن على أرض أكثر صلابة، وأضاف أنه بنفس القدر من الأهمية يحافظ العراق على علاقات عمل بناءة مع إيران والخليج وأمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في عملية توازن صعبة بين الضروريات الجيوسياسية، وهو موقف فريد من نوعه ويجب ألا يتجاهله صناع القرار في الغرب والخليج، والاستفادة من دوره في تهدئة التوترات الإقليمية بفضل علاقاته المتطورة على جانبي الصراع.
وفي الحسابات التعبوية، وصف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فاينر الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب الأنبار بالخطير للغاية، وسيكون الرد من خلال إقامة الردع في حالات مماثلة ومحاسبة الجماعات التي تواصل المهاجمة. وفي القراءات، يرى المراقبون باللقاء المفاجئ لرئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي والسفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوفسكي برسالة أمريكية واضحة عن مدى الانزعاج من خروج التصعيد عن حدوده المقبولة. وأشاروا إلى أن اختيار المالكي يعود إلى معرفته الدقيقة بتفاصيل الاتفاق الاستراتيجي، إضافة لعلاقته القريبة من قادة الفصائل المسلحة، ولتكون الرسالة الأمريكية واضحة بعدم الصبر طويلا بعد قصف قاعدة عين الأسد والتوقف عن تقريب صفحات الانسحاب الأمريكي من العراق. وعلى أضفة المقابلة للجهد العسكري المقابل، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق يعمل مع أصدقائه وجيرانه على ضرورة احترام سيادة الدول وقرارها المستقل، ويرفض الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض الأمن والسلام. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن رشيد استقبل في قصر بغداد رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن والوفد المرافق له، الذي نقل إليه تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن جانبه، أعرب كالن عن دعم بلاده لأمن واستقرار العراق وتطلع لتعزيز علاقات التعاون، خاصة في مجالات الأمن ومحاربة داعش والتنظيمات الإرهابية وحصول العراق على حصة مائية كافية، مؤكدا أن الرئيس أردوغان يتطلع لزيارة إلى العراق، لكن زيارته تأجلت بسبب الأوضاع في قطاع غزة. وفي متطلبات الاستقرار ومنع عودة الإرهاب، قال الشيخ محمد الجغيفي أن داعش سرب وثيقة تؤكد نية عناصر تنظيمه الإجرامي بدء عمليات حرب إبادة على عشيرتي الجغيفة والبونمر على خلفية مقتل ما يسمى بأمير إرهابي داعش أحمد عبد العسافي وأربعة من مرافقيه من قبل قوة أمنية في قضاء حديثة غرب الأنبار. وأضاف الجغيفي أن التنظيم توعد بقتل سكان العشيرتين ولن يبقى منهم سوى الأطفال الرضع والنساء، في إشارة إلى أنه سيقوم بعمليات إرهابية تستهدف سكان المناطق الغربية وإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوفهم. إلا نصل وياهم نهاية، أعطانا شهيد وأعطانا جريح، نسأل الله إن شاء الله يرحم شهدانا ويشافي جرحانا، فإحنا وراهم الزمان طويل، نهاية ماكو إلا ما يخلصون بعون الله تعالى. فحتى إذا إحنا نموت خلفنا رجال، خلفنا رجال بيحاروا روس المسحبة. أنا ما عبد الله العسافي ولا النجدي. اليوم طلعت هذه القوة من البارحة على وادي التتار. إحنا نسينا حتى شهدانا، أو قبل ثلاثة أيام أنطانا شهداء من حديثة ثلاثة الله يرحمهم إن شاء الله. ولكن كل اللي ببالنا إن ناخذ ثار الكويتيين. رد على الكلام هذا اللي يطلع الكويتي اللي يقول الله يسود وجه سكان الانبار، لا، الله يسود وجه اللي حشي على سكان الانبار. سكان الانبار هذا شهيد جبناه بالبدي، وهذا جريح صعد بالسياره، وذاك ابو عبد الله العسافي اللي اعتدى على الكويتيين خلنا هو وربعه الشاشم وجبنا رؤوسهم الحديثه، وجبنا الوثائق اللي تثبت شتت الكويتيين موجوده عندنا دلائل، راح ننشرها على الجروبات مالاتنا وعلى الفيسبوكات. فوالله احنا حتى مو على بالنا شهدائنا، شهداءنا الابطال اعطناهم بالشاميه، على بالنا شهداء الكويتين، ان العراق له سياده وله تاريخ ما ينطب خطاره. احنا جونا خطار وولد الشياب مهم حاضرينهم من راحه والله يرحمهم شهداء الكويتيين اللي كانوا حاضرين ما ننطبيهم، ولكن هي امور تفاوتت. فالحمد لله والشكر اليوم استعفينا ثار الكويتيين والعراقيين، بس الغضب واحد هو البعد عن الكويتيين. الله يحفظكم ان شاء الله ورجعكم لاهلكم سالمين قادمين.
وفي الملف الانتخابي الذي يتسع مجالس المحافظات ورئاسة البرلمان، وجه مجلس القضاء الأعلى رؤساء المحاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصرا في مقر رئاسات محاكم الاستئناف. ويقرأ المختصون بهذا القرار التوجه لتفعيل عمل مجالس المحافظات بشكل سريع بتوقيتات بديلة، حيث أن أداء القسم يعني المباشرة بالمهام وعقد أول اجتماع لتوزيع المسؤوليات وتشكيل الحكومات المحلية. في سياق قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين أمجد طلمس أن الأسبوع المقبل سيشهد أداء القسم أمام رئيس محكمة الاستئناف والمباشرة بالمهام وفق السياقات الرسمية. وظهرت إلى السطح بشكل سريع سيناريوهات مختلفة بعد إعلان مفوضية الانتخابات المصادقة على القوائم النهائية لأعضاء مجالس المحافظات المقبلة، حيث حذر رئيس كتلة وطن النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت من مغامرة سياسية في 5 محافظات بالوسط والجنوب في حال الذهاب إلى استبعاد أو تهميش القوائم الفائزة. وفي السياق أكد القيادي في تحالف تصميم أيوب الربيعي أن احتمالية تجديد الولاية لمحافظ البصرة أسعد العيداني تبلغ 90%، لافتا إلى أن تحالفه جزء من الإطار التنسيقي وليس خارجه. ودبت الخلافات بين الإطار التنسيقي خلال الأسابيع الماضية بشأن تغيير جميع المحافظين بلا استثناء، الأمر الذي عارضته بعض قوى الإطار والتي تدعم بقاء المحافظين الناجحين أو الذين تمكنوا من الحصول على عدد من المقاعد في محافظاتهم. وفي المتغيرات أيضا، كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل عن تفاهمات جيدة للتوصل لطريقة ترضي الجميع لإدارة محافظة كركوك بالمرحلة المقبلة. وقال حاج عادل أن الكرد لديهم 7 مقاعد في كركوك، وهناك تفاهم مع قائمة بابليون برئاسة ريان الكلداني، موضحا أن المحافظ القادم سيكون كرديا ومن الاتحاد الوطني وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة. فيما يقول مطلعون أن الصوت التركماني ما زال بيضة القبان المؤجل لحين انضاج آخر التحالفات، وأبدى استعداد الاتحاد الوطني للتفاهم والجلوس مع الجميع من أجل مصلحة كركوك واستقرارها، وأن المحافظ القادم سيكون كركوكيا ويخدم جميع المكونات. تترقب الأنظار الشعبية والسياسية جلسة اختيار رئيس أعلى سلطة تشريعية في العراق وسط تساؤلات عديدة حول السيناريو الذي يجري داخل قبة البرلمان، خاصة بعد الأحداث التي حصلت خلال الجلسة الأخيرة والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات. المحكمة الاتحادية منذ فترة ليست بالقليلة فتحت باب الترشح لرئاسة مجلس النواب، ما تسبب بترشح 6 شخصيات للمنصب، إلا أن الخلافات الأخيرة قد تدفع المحكمة بصورة أو بأخرى لفتح الباب مجددا وتقديم شخصية قد تظفر بالمنصب. عضو مجلس النواب محمد القدري حدد شرطين لإعادة فتح باب الترشح لرئاسة البرلمان، والذي يتمثل أحدهما بإلغاء الجلسة البرلمانية أو صدور أمر قضائي بعدم دستورية ترشيح شعلان الكريم، موضحا أن المحكمة الاتحادية العليا الجهة الوحيدة القادرة على إلغاء جلسة تمرير مجلس النواب السابقة. وبدوره توقع القيادي بدولة القانون حيدر اللامي أن كون هناك مرشحا آخر غير المرشحين 5 الموجودين، مشيرا إلى أن الشخصيات التي رشحت نفسها لمنصب رئاسة المجلس لا تملك حظوظا لنيله. وفيما ينتظر الجميع موقف البيت السياسي الشيعي من هوية رئيس البرلمان المقبل في اجتماع يسبق قرار المحكمة الاتحادية بدستورية جلسة الانتخاب الأسبوع الماضي من عدمه، قال النائب محمد البلداوي أن الكتل السنية مسؤولة عن عدم اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب، وأوضح أن الكتل السياسية تنظر إلى رئاسة المجلس كاستحقاق لكتلة أو تحالف معين، وليس على أنه يمثل هرم السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، متوقعا تأخر تسمية الرئيس بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة من حزب تقدم وكيانات سياسية أخرى. البلداوي أشار أيضا إلى أن كتلة تقدم تواصلت مع الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية وأبلغتهم بأن لهم حرية اختيار أي شخصية من كتلة تقدم البرلمانية يرونها مناسبة لرئاسة البرلمان.
وفي الملفات الملحة مجتمعيا، رجحت وزارة الهجرة والمهجرين إيقاف منحة عودة النازحين بشكل مؤقت استعدادا لتنفيذ الخطة الوطنية للعودة طوعيا وغلق المخيمات بشكل نهائي. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير بأن الوزارة ترجح إيقاف منحة العودة خلال الفترة الحالية تزامنا مع الخطة الوطنية للعودة وإغلاق مخيمات النزوح التي من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي. وأشار إلى أن التوقف سيكون لغاية معرفة آخر إحصائية للنازحين القاطنين بالمخيمات، بغية شمول من يرمون العودة الطوعية منهم إلى مناطق سكنهم الأصلية خلال كانون الثاني الحالي، مرجحا زيادة مبالغ المنحة المخصصة للراغبين بالعودة خلال الوقت الحالي لغرض تحفيزهم وتعزيز مغادرة المخيم بشكل طوعي. وفي الكهرباء، أعدت عملاق الطاقة شركة سيمنز الألمانية دراسة شاملة لوقع المنظومة الوطنية للكهرباء في العراق، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالي لا يغطي إلى 40% من الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العراق. وقال مدير الشركة مهند الصفار أن سيمنز بصدد البدء بدراسة شاملة موسعة لوقع الشبكة الوطنية التي ستسهم بتقييم نقاط الضعف وتشخيص المشكلات بشكل دقيق يراعي حاجة الوزارة لخطوط نقل إضافية ومحطات جهد عالٍ. وبشأن قطاع التوزيع، قال أن تنفيذ الجباية الإلكترونية يأتي على رأس المتطلبات الواجب تنفيذها لتحسين الأداء، مضيفا أن مشاريع سيمنز في عدد من المحافظات أسهمت بالنهوض بواقع الشبكة الكهربائية وإمداد الطاقة في هذه المناطق وتقليل خسائر نقلها. وفي مجال الطاقة أيضا، أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة اتفاقا مع شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان، مشيرة إلى أن الصفقة تبقى خاضعة للحصول على موافقات الأطراف الثلاثة، ولم تذكر الشركة قيمة الصفقة أو نسبة ملكيتها في الحقل. فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الشركة الإماراتية باعت كامل حصتها إلى جنرال إكسبلوريشن البريطانية، ولم تذكر الشركة أيضا تفاصيل عن سبب بيع حصتها، لكن بعض المختصين يربطون بين إغلاق خط التصدير عبر جهان التركي منذ 10 أشهر وخسارة إيرادات بقيمة حوالي مليار دولار شهريا. وليس بعيدا عن الطاقة وتوابعها، كشف الخبير في الموارد المائية تحسين الموسوي عن سبب زيادة تدفقات تركيا في نهر دجلة إلى العراق، موضحا أن الجانب التركي في مثل هذا التوقيت يحتاج إلى توليد الطاقة الكهربائية في الشتاء، فيكون هنالك توليد للسدود ويتم دفع نسب من المياه. وأضاف أن الإطلاقات الحالية وقتية ولا يوجد أي اتفاق مع تركيا يحددها، وتحاول وزارة الموارد المائية أن تعزز خزينها في الشتاء تحسبا لفصل الصيف. واشتكى من حلول ليست بمستوى الحدث العالمي الحالي ولا تتناسب والواقع الذي تشهده البلاد من خلال توفير حلول جذرية وربط الملفات التجارية والأمنية بالمياه. وفي جانب من جوانب الاستقرار، كرمت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان 29 باحثا من جامعات الإقليم، تم اختيارهم من قبل جامعة ستانفورد من ضمن قائمة الباحثين العالميين بحضور وزير التعليم العالي في الإقليم وأساتذة ورؤساء الجامعات الأهلية والحكومية. هناك دعم متواصل من الوزارة وتشجيع مباشر من رؤساء الجامعات لدعم الباحثين، وشجع هذا الأمر تصنيفات العالمية، إضافة إلى وجود تصنيف محلي للجامعات الكردستانية. هذا التصنيف يأخذ بنظر الاعتبار البحوث والاقتباسات من البحوث، وين منشور البحوث في مجلات ومستوعبات عالمية أم لا. كل هذه المعايير أصبحت واضحة أمام كل الجامعات والتي من شأنها رفع مستوى الجامعة، بالتالي أصبحت عامل مشجع لكل الجامعات والباحثين الاعتناء بهذا الأمر. حسب جامعة ستانفورد ماخذة 2% بالعالم كله 2%، فحصت الاقليم حلقت اللي عندهم بحوث، اللي عندهم سايتيشن، اللي عندهم اتش اندكس، ناس تشتغل.
فأنا بالنسبة لي مثلا إذا بالماليزيا كنت أنشر 30 سنة 30 بيبر بالسنة، هسه هنا ماكزيمم أسوي 12-13، بس هسه هالسنة إن شاء الله أسوي 20 وهكذا والحمد لله. ولأن الأرقام العراقية غير قابلة للضبط بشكل قياسي لتداخل عواملها السياسية والاقتصادية والخدمية، كشفت منظمة برنامج الأغذية التابعة للأمم المتحدة في تقرير أن معدل البطالة بين شباب العراق بلغت 35%، فيما وصلت مستويات الفقر إلى 30% من سكان البلاد بما يعادل 12 مليونا 70 منهم شباب. وأشار التقرير الأممي إلى أن المنطقة المحصورة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى وبغداد تشكو من 1.5 مليون فقر من تعداد نفوس يقترب من 12 مليون نسمة. وذكرت المنظمة أن معدلات البطالة بقيت عالية خصوصا بين شرائح النازحين والعائدين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الافتقار إلى مقومات أنشطة المعيشة هو السبب الرئيسي لكثير من مشاكل حماية وتعليم الأطفال والتي تشتمل على عمالة الطفولة وتزويجهم وهم أطفال. مستمرون في نشرتنا وفيها بعد الفاصل. بطلب من مزارعي الوسط والجنوب، إقليم كردستان يحظر استيراد الطماطم إلى إشعار آخر. مقتل شاب داخل سوق البورصة وسط مدينة أربيل. نتنياهو يعلن رفضه شروط حماس ويقول لست مستعدا لتحمل هذا الضرر. وفاة عنصرين من قوات البحرية خلال مصادرة أسلحة متجهة إلى الحوثيين. الجمهوري ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة ويدعم ترامب. إلى التفاصيل مجدداً، أهلا بكم. قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان حظر استيراد الطماطم حتى إشعار آخر، استناداً إلى طلب قدم لها من مزارعي وسط وجنوب العراق. وقالت الوزارة في بيان أنه تقرر حظر استيراد منتوج الطماطم من خارج البلاد اعتباراً من 21 من كانون الثاني الجاري ولوقت غير معلوم. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي للمصلحة العامة وللمزارعين ولتسويق منتوج الطماطم المحلي من محافظات وسط وجنوب العراق. وقد عقد العديد من فلاحي الوسط والجنوب اجتماعا مع وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بكر طالباني، طلبوا خلاله إيقاف استيراد الطماطم لوفرتها في المحافظات الوسطى والجنوبية وخصوصا البصرة. ولفت إلى أن الوزيرة وافقت على طلب الفلاحين بعدم استيراد الطماطم من منافذ الإقليم. يعني خومن بروي زوتياراني بريزي ناوسي الزبير لبصره و شاركاني تري ناو راس خواري العراق ام هولا لهريم كردستان بو كوائم. افاد مصدر محلي في اربيل عاصمه اقليم كردستان بمقتل شاب داخل سوق نشتمان البورصه وسط المدينه. وقال المصدر ان الجريمه وقعت ظهر الاثنين، حيث قتل الشاب باطلاق نار وسط السوق. وبحسب المعلومات الاوليه فانه قتل على يد ابن عمه بسبب خلافات عائليه. واضاف ان القوات الامنيه وصلت الى المكان وقامت بنقل الجثه الى دائره الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونيه، فيما تم فتح تحقيق لمعرفه ملابسات القضيه. بعد موجة من الاتهامات واللغط حول أسباب غلق مطعم سلوان بمحافظة البصرة، أكد صاحب المطعم أن الغلق كان لأسباب فنية وليس بسبب مواد تالفة أو استخدام لحوم غير صالحة كما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المطعم بعد أيام. وأشار إلى محاسبة كل الجهات والصفحات التي تناقلت الأسباب الكاذبة حول غلقه، فيما بيّن معاون مدير المستشفى البيطري في البصرة مشتاق عبد المطلب أن المطعم مجاز وأن نسبة اللحوم غير الصالحة كانت من 1 إلى 5 كيلوات وتم إتلافها، وأن اللجنة المكلفة بالمراقبة تمارس أعمالها من أجل سلامة الجميع. بالبدء نوضح دور لجنة الحد من الذبح العشوائي في محافظة البصرة. هي لجنة شكلت بأمر إداري من قبل محافظة البصرة وتضم كل من دوائر الصحة والبيئة والبلدية بالإضافة للقوات الأمنية ورئاسة المستشفى البيطري.
هذه اللجنة شكلت منذ 3 سنوات وتمارس مهامها يعني بشكل دوري على متابعة محلات الجزارة وكذلك المطاعم. وخلال أي زيارة يتم إعداد تقرير من قبل اللجنة ويرفع إلى المحافظة وإلى الدوائر ذات العلاقة اللي ذكرتها مقدما. اللي حدث بالآونة الأخيرة حول تسرب هذه الوثيقة، الوثيقة كانت هي زيارة لتسعة مطاعم، وهذه المطاعم هي مذكورة يعني بالوثيقة، لم يعني تثبت عليها مخالفة قانونية أو هذا، هي يعني كانت المطاعم مجازة وموثق يعني هذه حسب يعني ما مثبت في التقرير، لكن لوحظت بعض المخالفات هي وجود مقطعات دواجن ولحوم حمراء يعني نسبة 1 كيلو إلى 5 كيلو، وهذا حسب رأي اللجنة يعني كانت غير ملائمة للاستخدام البشري، فلذلك تم إتلافها فقط. المطعم انغلق أسباب فنية وليس أسباب مثل ما ذكر بالمواقع التواصل الاجتماعي أنه غلق لحم تكرم مال تعبان أو لحم مال مطي أو لحم ما أعرف شنو بالبصمات، هذول عندنا حساب ثاني وياهم. المطعم انغلق أسباب فنية، أول فقرة رفع الأشياء الزائدة داخل المطعم، ثاني فقرة المطعم عدم تجهيز المواد الغذائية بعد 1 ظهرا، ثالث فقرة أنه كاشي مكسور بمتروس مي تحت السنك كاتبين عليه طفح مجاري، رابع فقرة اللي هي تنظيف العارضات ومكان التحضير، هاي اللي موجود. اللغط اللي صار لفقوا فيديو وصور منتشرة بالمواقع التواصل الاجتماعي ولفقوا طريقة الغلق وياي، أنا معزل من يوم السبت اللي الكتاب اللي طلع لي يوم 11/1 اللي اللجنة طلعت على المطعم، دوروا باللحم دوروا بالدجاج دوروا بكل شيء ما لقوا غرام واحد تالف عندي ولا تلفولي أي غرام. يمتى راح يباشر عمل المطعم؟ الجمعة إن شاء الله، باكر أنا اليوم ثالث يوم باكر أفتح، باكر كتاب الفتح موجود دائرة الصحة بس باكر ينفذ. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه للشروط التي تطرحها حماس، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية لصفقة تبادل المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة. وقال نتنياهو: نحن ملزمون بإعادة جميع المحتجزين، ولكن لكي أكون واضحا أنا أرفض رفضا قاطعا شروط حماس. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حماس تطالب بإنهاء الحرب وانسحاب قواتنا من غزة مقابل إطلاق سراح رهائننا، وإن حصل ذلك فقد ذهب محاربون سدى. وقال: لست مستعدا لتحمل مثل هذا الضرر المميت لأمن إسرائيل، لذلك لن نوافق عليه. وقال أن إسرائيل ستواصل الحرب على كل الجبهات، مشيرا إلى أنه لا يعطي حصانة لأي مسلح سواء بغزة أو لبنان أو سوريا أو أي مكان على حد قوله. وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد كشفت الشروط التي وضعتها حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن لديها، فيما يبدو أنها ملامح صفقة جديدة تلوح في الأفق بين الجانبين. وتتلخص مطالب حركة حماس لإبرام صفقة يطلق بموجبها سراح الرهائن الإسرائيليين تشمل عدة نقاط، أبرزها وقف كامل للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات دولية للحفاظ على حكم حماس بالقطاع وعدم ملاحقة قادة حركة حماس. Thank you.
الله أكبر. أعلن الجيش الأمريكي وفاة عنصرين من القوات الخاصة التابعة للبحرية كانا قد فقدا خلال عملية قبالة سواحل الصومال لمصادرة أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين في اليمن، بعدما لم تنجح جهود البحث في تحديد مكانهما. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أفادت في وقت سابق أن عنصري البحرية اللذين أبلغت عن فقدانهما في البحر شاركا بتاريخ 11 من كانون الثاني يناير الجاري في عملية شملت صعود أفراد من القوات الخاصة على متن قارب شراعي قبالة سواحل الصومال ومصادرة مكونات صاروخية مصنوعة في إيران عثر عليها على متنه. وقال بيان صادر عن سنتكوم: يؤسفنا أن نعلن أنه بعد بحث مكثف استمر لمدة 10 أيام لم نتمكن من تحديد مكان عنصري البحرية الأمريكية المفقودين، وتم تغيير حالتهما إلى متوفين. أضاف البيان: انتهت عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة في البحرية اللذين تم الإبلاغ عن فقدانهما أثناء الصعود على مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة، مشيرا إلى البدء بعملية الاسترداد جثتيهما. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية الاستيلاء على المكونات الصاروخية بأنها أول مصادرة لأسلحة تقليدية متقدمة فتاكة قدمتها إيران للحوثيين منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في تشرين الثاني نوفمبر 2023. وضع حاكم فلوريدا رون دي سانتيس الذي كان في مراحل سابقة أبرز منافس جمهوري لدونالد ترامب حدا لحملته للفوز بالترشح للرئاسة عن الحزب، وأعلن أنه سيدعم الرئيس السابق. وبانسحاب دي سانتيس الذي تراجعت نسبة التأييد له في الأشهر الأخيرة، تصبح نيكي هايلي المتأخرة في الاستطلاعات المرشحة الوحيدة التي تقف عائقا أمام فوز ترامب بالترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر القادم. وفي فيديو نشره على منصة إكس، قال دي سانتيس الذي حل ثانيا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا إنه لا يمكنه الطلب من مناصرين أن يتطوعوا بوقتهم وتبرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر، وبالتالي أعلق اليوم حملتي. وقال دي سانتيس في الفيديو: من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون أعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب. وتابع حاكم فلوريدا: كانت لي خلافات مع دونالد ترامب كما في شأن فيروس كورونا، لكن ترامب أفضل من الرئيس الحالي المنتهي ولايته جو بايدن. وقال أن ترامب يحظى بتأييدي لأنه لا يمكن العودة إلى الحرس الجمهوري القديم أو إلى ما تمثله نيكي هايدي من استعادة للنزعة النقابوية. إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين: محافظ صلاح الدين يبحث آلية الارتقاء بالواقع التربوي، واهتمام فرنسي وإيطالي بأمن وتاريخ سامراء. السوداني يجدد التزام الحكومة رفض المساس بسيادة العراق، ورئيس المخابرات التركية في بغداد بمهمة أمنية ضد الإرهاب. القضاء يلزم أعضاء مجالس المحافظات أداء القسم أمام رئيس محكمة الاستئناف. واتفاق شيعي على تسمية المحافظين ورئيس البرلمان. الهجرة تلوح لإغلاق مخيمات النزوح في تموز المقبل، وارتفاع البطالة بين شباب العراق إلى نسبة 35%.
شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.